بنا عبر قنوات أبو ظبي الرياضية أينما كنتم وأينما تواجدتم، منتظري المتعة في شوط المباراة الثاني لهذا اللقاء. نصل معكم إلى الدقيقة 56 في هذا الشوط الثاني. منتخب الأوروغواي يظهر بعرض مختلف لكن ليس بدرجة كبيرة مع بداية الشوط الثاني لهذه المواجهة، والمنتخب العماني يريد أن يسجل انتصارا سيبقى للتاريخ لسنوات طويلة جدا. إن سجلت عمان الفوز اليوم على الأوروغواي فأن هذا الجيل المتواجد وهذه الأسماء وهذه التشكيلة الحالية سيذكرها التاريخ بأنها هي من حققت الفوز على منتخب السيليستي. هكذا يتمنون لكن الأمنيات غير والواقع غير والويست سواريز غير. الله، جزء لا يتجزأ من متعة كرة القدم. الويسيتو ليس بغريب عليه، من أنصاف الفرص، من أصعب الفرص اللي ممكن تتخيلها في عالم كرة القدم، يسجل. الأمنيات غير والواقع غير والويس سواريز غير عن الجميع. سواريز يسجل هدف المباراة الأول لمنتخب السيليستي. الله على الويزيتو، يظهر في هذه اللحظات ويسجل في كرة حقيقية. لويس سواريز لا يحتاج لجهد كبير حتى يسجل، لا يحتاج لجهد كبير حتى يسعد. كرة بتعود في الجهة اليمين، ترسل للأمام، كرة في الجهة اليسرى، دييغو أرزيماندي يشارك، لاعب رقم 19 في تشكيلة منتخب الأوروغواي. جميل أن تختبر الأسماء اللي تراهن عليها في مثل هذه اللقاءات. كرة بتعود للخلف. وصلنا معكم أحبتي الكرام مشاهدينا عبر قنوات أبو ظبي الرياضية إلى الدقيقة 66. كرة للأمام، سواريز. الله، إذا كان هنالك عنوان للمتعة وللخبث الكروي وللفكر الكروي فإنه الويزيتو، فإنه لويس سواريز. الله على الهدف الثاني، الله على الهدف الثاني يا سواريز. هدفين بأقدام الكبير لويس سواريز. شوف، لا يحتاج لجهد كبير حتى يسجل، لا يحتاج لجهد كبير حتى يسجل. التمريرة اللي غابت فيها التغطية ولم تكن أبدا إيجابية، ولويس سواريز يضع كرة من فوق حارس المرمى علي الحبسي، يعلن من خلال هذا الهدف الثاني، والأوروغواي تتقدم بهدفين مقابل لا شيء.